خليك طبيعي اصدقون الصور خلاص. لا لا مو بالصور بس. الله ينور الله ينور. مش عارف انا كنت قايل له يعليها مزمكة على اللي بره بس عشان ما تلعبش حاجة انا كنت مفصولة لوحدها وخلاص انا كنت مفصولة يعني. السلام عليكم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. دايما باجي اصورك انا. صور وتقول انت عمال جاي من برا عمال المدرسه يا ولد عسل. فين نصين عندك يا احمد بره خلي عيالك في نصين عاوز ايه نصين حاضر اجيب لك نصين حط نصين يا ابو الشباب مش انصاص ان كان عندك انصاص يا جعان انت هتتأمر على الراجل ولا ايه؟ لا يا عم ده الشغل ده يا عم.